بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فحي الله مر من غيسر إي فيديو يا ونتا لكن وحفظ الله تعالى ومن كب البركة فيديو يا ونتا دي سجن البشارة إن شاء الله تعالى نتبشر الزيس للإخوة للأخوات على أنه إكرمان ربي سبحانه وتعالى أن نجيجنا الجمعية قناة جمعية الإشراق للتنمية الثقافية والاجتماعية. الجمعية ثانية الهدف زي فيديو ونتا أولا التعريف سي الجمعيات السنمي لقدين يجنى الجمعية ذمين تق الجمعية يا ثم أتسنمي للجمعية ثانية نشين دي خدام نوها ذايس وإنما الغرض النغ أنه أنصيوض إرخيا إي بوبريثن ذي مسر من إي جن ضعفاء حدجن إن شاء الله تعالى. فالجمعية ثانية جمعية الإشراق للتنمية الثقافية والاجتماعية الأهداف نس يجن رئيسية يجن 6 أو 8 من الأهداف. الجمعية الثانية تخصت أطهلة ذك معذا إن شاء الله تعالى تنتفقد أتعاون إمهرش خصوصا إني تسفانتي الزار ذي إني غاد جامعور ذي إلى آخرة تصن تمسرين ثم أتعاون إني وايد جين وغاد جميزة غامرشن وايد جميزة غي جمع عامنا العامين تيتراجو جميزة غي قورا ثم اتفقد اني ومتوهد من تدريس الفيضانات من الزلزال قناص اغاثه المنكوبين ثم تزو ان شاء الله تعالى اتك مجموعه من بولانسيانات ذي المغسلات ان شاء الله الموتى لان مازال عادي ودانا قسيري ذي الموتى نسن خثوره ذي الوقت واني مازال عاد السيري ذي الموتى خثوره لجنا العيد مقرا ثم الجمعيه ان شاء الله تعالى غاسي جنن جمو بريد تكوا ذايس انه تيري قفا رمضان نفقد زيسي بوبريتن وايتي في الميزة غزمن وايتي في رد ذلك سنوغي ورد تحبوش نتيني نحاول ما امكن ان شاء الله تعالى هذا سنوي الزديد جن ضروري ثم العيضة مزيان العيضة مقران الدخول المدرسي جن العدد النوذان يسبد غوري نسدي التوع 600-800 دورو 30-40 غورو واجي ميزة غيسغ الكتب فنشين وليت كندا ان شاء الله تعالى ديجنا البشارة على أن الحمد لله وفقاً ربي أقل الجمعية ثانية ذيس مجموعة من الإخوة جن مشهود لهم الكفاءة الثقة الحمد لله جن العدد زيسن أقين ذي العمل الجمعوي جن العدد موسن فالحمد لله كذا ذي الجمعية ثانية يجن ثلة يجن مجموعة نوذن صبحاً وفن تزكيشة ضرب بخسن ياك من الله حسيبهم فحملنا المسؤولية نشي جن دار الرئيس للجمعية محمد بونيس الجن دار رئيس الجمعية أما الإخوة الجن باري المغرب إن شاء الله تعالى فتبشر كني وعلى أن قغان اتفاقيات شراكات ذم الزوارك جمعية الإشراق دي ديسبورك جمعية الإشراق للتنمية الثقافية والاجتماعية دي ديسبورك دي قليمان فالإخوة إن شاء الله تعالى ذيني دي قليمان أكيس نتواصل غير رقمي تغيض هان معطيتي تغيض هان دي فيديو إن شاء الله تعالى ثم ذين الإخوة ذي مسجد عمر المسيرين ذي المشرفين خل مسجد عمر بالخطاب ذي دوزلدوب إن شاء الله تعالى رانيه إن شاء الله قد معاونا كي تمدنا نغياد العون فمجموعة من الجمعيات مجموعة من المراكز إن شاء الله تعالى كي معاونا دابا ذي المغرب رابا راي المغرب الإدارات راي إلى آخره فشي نزو نكشفو سيجن ونغني نزو لأن يشوفو سوا هوايت سفقشا ونشين نبرز زيوم ونزم مارا نقولو ونزم مارا نصوف رادي جو صوريف فانتتاز زيوم إن شاء الله تعالى أتيريم الفوس وريزي من نغي نقشن ذي ثموات نغي غي حفان ذي ثموات نغ ذي ليسانس نغي نتمو بي نغي السيوغن رخيا إيبو بريثني تصيد ربنا نغي وفق لكن يوفق مرة إن شاء الله ذي مجموعة من الجمعيات ذي المراكز داخل المغرب وخارج المغرب أكي سنك مجموعة من الشراكات الاتفاقيات أخاس نتنعلن إن شاء الله تعالى ذي صفحاننا ذي فيسبوك صفحة صفحان جمعية الإشراق هذا نتسنوني خصنا ذي الصفحة ذي الصفحة ذي الإيمال ذي الموقع إن شاء الله تصيد ربنا نغوفق نشين كنيو بس الله عز وجل لا يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.